شو لايف شنو الاسم ديالك؟ حازم الوداد. اشنو رايك في هذا النشاط اللي دار اليوم؟ نشاط مستوى. شنو تقدر تقول لي بمناسبه اليوم العالمي للمراه؟ هذا النشاط للمراه كان في مستوى وعجبني مزيان. شنو تقدر تقول بمناسبه اليوم العالمي للمراه؟ شنو الخطاب اللي توجه للمراه؟ المراه في المجتمع مزيان طالبه. شكرا. الاحتفال بالمرأة هذا واجب. المرأة بالنسبة لنا حنا ماشي منحتفلوش بها في نهار واحد، هو المرأة خصنا نحتفلو بها طول العام، غير تيبقى هاد النهار هذا للتكريم ديالها فقط ماشي الاحتفال، أما المرأة كنحتفلو بها يوميا. شنو تقدر تقول بمناسبة اليوم العالمي للمرأة؟ بالنسبة لليوم العالمي للمرأة كنوجه الشكر وكذلك كنوجه التهاني لجميع النساء ديال المغرب وخاصة المرأة الأطلسية وبخصوص المرأة ديال مدينة أزرون اللي بنقول صراحة كنشوف فيها الأم والأخت والزوجة والإبنة والنصف المكمل للرجل. شكرا. عليكم السلام. الاسم ديالي هو زهير، يعني رابر وكذلك يعني فاعل جمعوي رئيس جمعية شعرة المستقبل للثقافة والتنمية. فكما كنعرفوا هذا اليوم هذا اللي هو اليوم العالمي للاحتفال بالمرأة، فاحنا هذا النهار هذا ان شاء الله حاولنا باش اننا نجيو عند الاخوان هنايا في اتحي والله باش اننا نعطيهم بعض يعني نزيدوا نكرموا المرأة حيت المرأة كتحتاج منا اننا نكرموها ونوقفوا معها. اذا هذا كان الرأي ديالك في النشاط ديال اليوم. شنو تقدر تقول بمناسبة اليوم العالمي للمرأة؟ فبمناسبة اليوم العالمي للمرأة كنوجه للمرأة واحد يعني واحد تحية كبيرة من القلب. فالمرأة هي الأم، هي الزوجة، هي الأخت وهي الإبنة، فتحية للمرأة من هذا المنبر هذا اللي هو راديو أزر لايف. كنشكر. عليكم السلام. شنو الاسم ديالك؟ يسرى. شنو تقدري تقولي لنا على النشاط اللي دار اليوم؟ في الحقيقه كان نشاط متميز، تبانوا فيه بزاف ديال القدرات سواء النسائيه ولا الشبابيه، وكنشكر جماعه تيكريكرا على هذا النشاط. شنو تقدري تقولي بمناسبه اليوم العالمي للمراه؟ في الحقيقه اليوم العالمي للمراه هو ماشي يوم واحد، هو قلت كما قلت قبيله هو يعني سنه كامله من العطاء وسنه من سميتو، فهو يوم واحد كنبينوا فيه غير النشاطات اللي دارت المراه فقط، وكنتمنى يكون يعني العام كل ديال المراه ماشي غير نهار واحد. شكرا. عليكم السلام. الله يكرمك. شنو الاسم ديالك؟ عبد الحق شرو. شنو الراي ديالك في هذا النشاط اللي دار اليوم؟ هو الحمد لله النشاط اللي نظمته مجموعه ديال جمعيات المجتمع المدني بتيكريكرا، الحمد لله النشاط هذا مر في ظروف جد جيده. شنو تقدر تقول بمناسبه اليوم العالمي للمراه؟
هو اليوم العالمي للمراه هو ما نقولوش يوم عالمي واحد، هو خصنا نقولوا ايام عالميه للمراه، لحقاش ما خصناش نحتفلوا بنهار واحد. هو المراه وهي كل حاجه عندنا في الحياه، والحمد لله كنتمنوا اننا هذا اليوم العالمي كنديروه غير كيوم باش نعبروا على الحب ديالنا ونعبروا على الامتنان على الكفاءات وعلى العطاءات اللي كدير في المجتمع. شكرا خويا، تبارك الله عليكم وشكرا لكم بزاف. الله يسلمك. شنو الاسم ديالك؟ ياسين فارس. شنو تقدر تقول لنا على هذا النشاط اللي دار اليوم؟ بالنسبه لي نشاط داز فوق مزيان، لحقاش منها عبرنا ان المراه القرويه كتمتاز بواحد ان كتشوف الجمهور اللي جا يعني بكثره، يعني طريقه باش حضروا كتمثل ان راه كاين حضور بالنسبه لهذه المراه القرويه. واخا شنو تقدر تقول بمناسبه اليوم العالمي للمراه؟ اليوم العالمي للمراه هو بالنسبه لي انا عيد هو كبير، استمر اكثر من سيمانه، يعني كيحتفلوا به ماشي غير هنايا، كيحتفلوا فيه بمعتك كثيره وشي اللي كاين. كيف ما كنقول قلت في قبيله في واحد الحوار ديالي ان المراه قبل ما تكون مرتك كانت امك، ومن بعد ولات مرتك، ومن بعد ولات بنتك. اللي نوصيكم ديروا في عوينات اليوم هكا كيحياتي الوقت خلص ضربني وما على بقي بالبلاطي، صباحي هو ليلكم ما شفتكم هي خطاتي، ما كنتش مرتك كبير نهار مشمش ولا شاطي، مليت الناس مليت تشتري كراتي حتى طاجي، شكون اللي فهمني شكون اللي عطاني شكون اللي سمع بكاتي، عارف كل الكلمات هكا دير حكايتي، هذه هي الحكايه وهذه هي تمنع الموسيقى وهنا جسد سكيت شيب ما كيكون